طيب خلينا واحنا يعني جايين على ذكر المملكه العربيه السعوديه، احنا معانا من جده السيد زهير الحارسي عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشورى السعودي. انا برحب بحضرتك معانا سيد زهير، اهلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير. مساء النور. يا اهلا وسهلا بحضرتك سيد زهير. يعني استمعت لجانب من حديث ضيوفنا، لكن في البدايه عايزه اعرف تقييم حضراتكم لردود الافعال اللي انتقدت المملكه العربيه السعوديه وتدخلت في شؤونها، والتصعيد اللي حصل تجاه السفاره السعوديه بطهران. يعني اولا الحقيقه نتفق مع ما طرحه الاستاذ اشرف في قراءته لما يحدث حول افتعال ايران لهذه الازمه. وهذه حقيقه، يعني من يعرف ايران والسياسه الخارجيه الايرانيه لا يستغرب ولا يندهش حدوث مثل هذه الافعال. وكما تفضل ايضا الدكتور مدحت، نعم هنالك فيما يتعلق بالتصريحات الايرانيه هنالك تبادل ادوار تجيدها القيادات الايرانيه في مساله اللغه الناعمه، ولكن عندما تاتي للفعل تجد الفعل يناقض الحديث او التصريحات الناعمه الايجابيه. فهذه احد البصمات للسياسه الايرانيه الخارجيه. اولا يعني فيما يتعلق بالحدث، نحن نقول بانه التصريحات الايرانيه الحقيقه يعني كانت غير لائقه ومرفوضه ومستهجنه وبعيده عن اللياقه الدبلوماسيه. ايران هي اخر من يتحدث عن هكذا مواضيع. إيران لا علاقة لها بما يحدث في المملكة، ولا يسمح لها أيضا بالتدخل في الشؤون الداخلية. لكن إيران دائما تجيد لعب إشعال الفتنة الطائفية، تلعب دائما على الوتر الطائفي من أجل أجندة سياسية. وكما تفضل الضيوف، فعلا إيران تخشى من الحضور السعودي القوي في المنطقة، وتريد إشغال السعودية بالداخل لإضعاف هذا الدور الدبلوماسي المؤثر على الساحة الإقليمية والدولية. نحن دائما الحقيقة السعودية ودول الخليج دائما كانت تنادي إيران بمحاولة يعني البعد أو يعني عن التصعيد والتأزيم، ومحاولة فهم أن استقرار الإقليم هو يخدم الجميع. وأنا عادة حقيقة أميز ما بين الشعب الإيراني الذي نحترمه والمذهب الشيعي الذي نحترمه، ولكن نحن ضد السياسة الإيرانية الخارجية التي الحقيقة خلقت المشاكل في المنطقة والتي أزمت علاقات المنطقة. وما حدث بالأمس عند اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية في المشهد، أضرمت النار في المبنى، كان الحديث أين رجال الأمن؟ أليست حماية البعثات الدبلوماسية من المهمات الأساسية للدولة المستضيفة؟ أليس هذا يعتبر تحديا صارخا بالمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الدولي؟ يعني الحقيقة كنا مندهشين من هذا الأسلوب. عندما نتحدث عن طب معلش يا دكتور زهير، بخصوص برضو السفارة السعودية، في أنباء بتتردد عن إطلاق صاروخ أو اعتداء على السفارة السعودية في بغداد، فمش عارفة مدى دقة الخبر، لكن إذا صح وإحنا بنتكلم برضو على يعني مظاهرات لمواطنين شيعة في البحرين، برضو محاولة استغلال مواطنين الشيعة في المملكة وغيرها للفتنة وحرب طائفية، فشايف برضو ازاي هذا التصعيد؟ نعم، لا هو طبعا بالنسبة للعراق، يعني السفير السعودي اعلن بان الوضع يعني البعثة الدبلوماسية بخير، واعتقد انه نفع هذا الموضوع. بس كان في محاولة بالفعل دكتور زهير؟ ما تتوفر لدي معلومات، لكن يعني استمعت لتصريح السفير السعودي في بغداد، اشار بانه الوضع بخير ولا يوجد شيء من هذا. على اي حال يعني نحن نتحدث عن اسلوب يعني تستخدمه ايران، يعني للاسف الشديد انها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ويعني لم تعد تكترث بالمواثيق الدوليه، لا زالت تعيش عقليه الثوره وليست دوله، بدليل هذه الممارسات العنترية. ونحن نقول الحقيقة إذا كانت طهران غير قادرة على طيب معلش يا دكتور زهير، احنا معانا الصور دلوقتي على الهواء للاعتداء اللي حصل بجانب السفارة السعودية ببغداد، يعني إذا تأكد الخبر وفي بالفعل محاولة، لكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت وبتواصلكم مع السفير السعودي ما كانش فيه إصابات، والاعتداء كان يعني بجانب السفارة لكن ما استهدفهاش أو أخطأها، يعني الحمد لله.
يعني الحمد لله. هو الحقيقه اللي يعني هو يعني نتحدث عن من يشعل هذه الفتنه الطائفيه في المنطقه، هذا اسلوب من اساليب ايران. ولاحظي امس من خرج غير الملالي في الحديث عن المحاكمات التي حدثت في المملكه، الذين خرجوا حزب الله، الائتلاف العراقي، كل الميليشيات التابعه لايران، ما يعني ان هنالك استهداف معلن لمكانه المملكه. طيب إذا كان يا دكتور زهير، إذا كان في تخوف وهو حقيقي بخصوص أن يكون في حرب طائفية ما بين السنة والشيعة في المنطقة، إيه الدور المطلوب دلوقتي عربيا؟ إذا كنا بنتكلم على أمن الخليج، هو الأمن القومي العربي بالتأكيد، إيه طبيعة التحركات المطلوبة عربيا، مش هقول دولية؟ أنا أعتقد أن يعني الجامعة الدول العربية اليوم كانت تتحدث عن إدانة لما حدث. نحن نريد أفعال حقيقية. أنا أعتقد بأن الرافعة التي تحمي القضايا العربية هو في التحالف ما بين الرياض والقاهرة، هذا هو الأمل الحقيقي الذي يكون داعم للقضايا العربية، الذي يحمي القضايا العربية من المتاجرة، الذي يحمي القضايا العربية من الخطف. وأنا أعتقد أن كنا نستمع قبل فترة لفخامة الرئيس السيسي عندما كان يتحدث عن المخاطر في الخليج وعن أيضا دور إيران، يعني أنه أشار بأنه يعني هذا أمن الخليج هو من أمن مصر، صحيح، ويتحدث أنه من صلب الأمن القومي. نحن نتحدث عن منظومة عربية حقيقية تستطيع أن تقف ضد التحديات التي تواجه المنطقة، ليس فقط التوسع والمشروع الإيراني، وإنما أيضا الإرهاب والجماعات الراديكالية التي بدأت تهدد بقاء هذه الدول. تمام. فأنا أعتقد أن هناك ضرورة لإعادة صياغة العمل العربي الحقيقي. الرئيس السيسي طرح فكرة القوة العربية المشتركة. أنا أعتقد أن الدور الآن ربما لإحياء هذا المشروع بجدية وعزم حقيقي، لأن هنالك تحديات حقيقية، ونحن نعلم بأن الغرب لم نعد لا نثق فيه الحقيقة، لأنه اتضحت السياسة الغربية في المنطقة عبر السنوات وعبر العقود الماضية. الغرب لا يفكر إلا في مصالحه فقط، وبالتالي علينا أن نحمي أنفسنا بأنفسنا. مفهوم. علينا أن نقف متحدين بعيدا عن الشعارات واللغة العاطفية. نتحدث هنا من منطلق خطوات عملية على الأرض لازم يتم اتخاذها. شكرا جزيلا دكتور زهير الحارسي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لحضرتك. الفكرة دي يمكن هنرجع ونناقشها مع ضيوفنا بعد الفاصل، مستمرين مع حضرتكم.